النظام هنا في أول دروس البايثون على الكاجل إنه بيكون أنا عندي الدرس والإكسرسايز. الدرس بيكون إنه هو بيشرح لي السينتاكس واللي اوريدي إحنا يعني شرحناه فعلاً، إنه إحنا كيف نعرف الفاريابلز، كيف نستخدمه مع الإف ستيتمنت، كيف نجري عليه العمليات الحسابية، هاي هو معرفها كلها. كيف إنه كيف الفلور ديفيجن، في عندي أنا ثلاثة تقسيم أربعة، تمام، وفي عندي ثلاثة فلور ديفيجن أربعة. أو خليني أجرب لك 23 على 23 على 4 5.75، و 23 الفلور ديفيجن على 4 5، تمام. والموديلس اللي هو 4 في 5 20 والباقي 3، تمام. في ممكن اجيب هدول الشغلتين مع بعض باستخدام ده لاسمها ديف مود، و 23 4، فالناتج كعدد صحيح 5 وكباقي قسمه 3. تمام. الآن بعد ما أخلص الدور الدرس هنا بيجي هنا إنه your turn، دوري، إجا دوري، تمام. هذا اللي هو حيحاسبني عليه وحيعمل تشيك للأنسر. فأنا بروح بفتح لي كيرنل على الكاجل. الكيرنل هي النوت بوك، نقصد بالكيرنل هي النوت بوك، تمام. طبعا هذه جزئية السيت اب لازم اشغلها، وهنا بعمل امبورت لباكجز عشان تتحقق من الاجابة تبعتي لازم اشغلها. بعدها هنا انه طالب انه create a variable called color with apparent value on the line below. Remember, string in Python must be enclosed with single or double quotes. هذا كلام احنا حكينا. حكيت ال variable اللي هو طالبه silly question intended to introduction the format of using hands-on the exercises. What is your favorite color? حكي هنا to complete this question عشان اخلص هذا السؤال. اعمل لي variable اسمه color. بدي اشوف انه انا يعني انه عندي القدره انه اعرف متغيرات، بعرف اعرف متغيرات بالبايثون. احنا نعرف انه هي مش محتاجه لتايب، تمام. in the cell below with an appropriate value the function call اللي هو q0 لانه هذا question 0 dot check حتتحقق من الاجابه تبعتي، تمام. حاجات الاجابه هذه انا او ايش اول color خطر في بالك؟ ايش؟ ريد، هاي ريد، تمام. بعمل تشيك زي هيك q0 is not defined، هذه لسه شغاله. طيب انا ما كانش عندي السيشن شغاله من البدايه، هذه درافت سيشن مش مستخدم فيها الاكسلريتور. الاكسلريتور اللي هو الجي بي يو هنا، هاي في عندي جي بي يو، في عندي تي بي يو. عارفين الجي بي يو صح؟ كرتش
خليه لوقت، مش حتحتاجوا هذا الان، مش حتحتاجوا في البايثون. تمام، ايش 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 انا مستخدم؟ مستخدم 519 ميجا من 16 جيجا رام، وهنا انا خلصت 1 مينت من التسع ساعات المسموحه لإلي. تمام، والديسك ستورج انا مستخدم 20 ميجا من 5 جيجا تقريبا. تمام، فهذه بتورجيني حاله الكيرنل اللي انا بستخدمها، الجهاز اللي انا بستخدمه على الكلاود. طبعا اول شغله بدي اشغل هاي، بعدين اشغل هاي. يفترض هنا السيت اب كومبليت، انا ما كانتش مستني انه هي كومبليت. وهنا انا عندي عرفت الكلر بتساوي ريد وشغلت زي هيك، فهنا راح حكالي انكوركت. تمام، ايش حكالي؟ استدعي الداله q.hint عشان تعرف ايش الجواب المطلوب. فهاي بروح بعملها كومنت وبروح على كيو. hint your favorite color rhythms with glue. ايش الكلر اللي النغمه تبعته يعني زي الجلو؟ بلو بالضبط. فخلاص عرفت ايش هو التلميح، بعمل كومنت لهي وبرجع للتشيك وبروح بعمل هنا الكلر بلو. ليش هو عمل زي هيك؟ لانه هو قاصد انه انا بدي، يعني انا عندي نظام في الكاجل شويه مختلف عن الهاكر رانك. الهاكر رانك بيشتغل نظام تيست كيسز، هنا في تسليم الاسئله بقول لي انه السؤال كوركت يا اما انكوركت. اذا كان انكوركت وانا عجزت عن انه انا اعرف ايش المطلوب بالضبط، ممكن استخدم الهنت. كيف بستدعي الهنت؟ بكتب رقم الكويشن دوت هنت. خلصت جبت الهنت، عرفت اللي انا بدي اياه، بدي ارجع اتحقق من الاجابه مره ثانيه، بروح بختار انه q0 دوت تشيك. الان بعمل زي هيك، خلاص هيك كوركت. فانت الان كيف بروح بعلم انه انا خلصت الاكسرسايز هذا؟ انه انا بعمل كوركت لكل الكويشنز المطلوبه. شوف السؤال الثاني ايش مطلوب. هاي الهنت هنا موجود، وهنا على فكره انه ممكن يجيب لي الجواب، يعني الاجوبه موجوده وجاهزه هنا. تمام، بس هذا الخيار ما تستخدموه هيك على طول، ما تستسلموا هيك على طول دغري، انه بتجربوا محاوله ما زبطتش، محاوله ثانيه ما زبطتش. طب الهنت، احنا بدنا نعمل هنت، خلينا دغري على الحل تبع، يعني خليه يجيب لي الحل على طول. فالان هيك بيجيب لي الهنت your favorite color with glue. انا رحت كتبته فوق في السله اللي فوق. ممكن اعمل كومنت لهي واجيب الحل، الحل انه color بتساوي blue زي هيك. تمام، الان لو خليت الحل زي هيك ما بقبلش من الاجابه. تمام، طيب السؤال الثاني complete the code below in the case it is helpful here is the table of available arithmetic operation. الارثمتيك اوبريشن اللي ادانا اياها في الدرس. تمام، ايش المطلوب؟ بقول لك اعمل لي ابروكسيميت. تمام، عرف هدول التنتين وبحكي لي كرييت ا فاريبل كولد ريديوس ايكوال تو هاف اوف ديامتر. ديامتر هي معرفه زي هيك، بقول لك انه اعمل لي ريديوس الفاليو تبعته نص الريديوس. فبالتالي اي اريثمتيك اوبريشن بستخدم القسمه على 2. هنا create a variable called area using the formula for the area of a circle اللي هو عبارة عن الباي times radius square. الباي ضرب الراديوس في الراديوس، فبالتالي هاي حسبت استخدمت الباي اللي هو معرفها فوق. تمام، والديامتر والراديوس هو نص الديامتر، بدي احسب الاريا وبدي اعمل تشيك للانسر. بعد ما اخلص كوركت. تمام، هذا الهنت والسوليوشن. هاي الكويشن اللي بعده، اد
go to the following cell to swap variables A and B. تمام؟ بدي يعني استبدل المتغيرات انه A و B so that A refers to the object previously referred to the to by B and vice versa. تمام؟ استبدال المتغيرات في البايثون شغلة سهلة جدا. كيف يعني؟ يعني ببساطة أنا عندي x بتساوي 3 y بتساوي 4 تمام؟ وهي print x y 3 و 4 بدي أستبدل القيم تبعتهم أنه تكون قيمة الـ x y وقيمة الـ y x. reverse ليش؟ reverse لل الليست بس هاي مش ليست هدول تو variables بالضبط بس في لغات البرمجة الثانية نستخدم temp متغير ثالث لكن هنا ببساطة بقول انه ال x, y بستخدمها as a tuples بتساوي y x تمام؟ فقبل ما يصير انا عندي هنا assignment انه قيمة ال y بتروح لل x وقيمة ال x بتروح لل y وبعديها بعمل print أربعة ثلاثة شو هاي أربعة ثلاثة هاي الفكرة تبعت السؤال هذا تمام هاي السؤال الثالث الرابع تمام بعد ما أخلص كله أنا بدي أعمل run all لأن أنا كنت حالل الإكسرسايز هذا قبل هنا في عندي run all بشغلهم كلهم correct correct هيك كله correct بروح بعمل save version في save version ايش بروح بختار save and run all commit الكوميت هذه هي اللي بتنحسب لي انه هي صح انه انا خلصت الاكسرسايز هذا ولا لا هاي بتنحسبش تمام هذا البيست فور شيرنج وانه يحسب لي الاكسرسايزز بعمل save بعد ما اكون انا تاكدت من الاجابات كلها لاحظوا هنا الـ URL slash edit هنا الآن بعد ما يخلص الحفظ لسه ما خلصش it's running هيك خلص ممكن أفتح الـ version هذه بضغط وهنا بختار open in viewer فبالتالي بيفتح لي اياه بنظام الـ IBNBY البايثون نوت بوك وهي بتكون معلمة الإجابات هنا إنه هيها كوريكت. لقيت هذا ممكن أنزله وأختار هنا وأقول داونلود كود بنظام النوت بوك. تمام؟ هنا هيك بتكوني خلصت الاكسرسايز الاول فبناء على هذا الكلام لغاية الاحد بكفي ولا للثلاث بتصور يعني انه اكسرسايز واحد خلاص حتتعودوا على الموضوع وبعتقد انه لغاية الاحد كافي تمام هذا برضه بيأهلنا انه احنا ننتقل على الكاجل انه كبلاتفورم وانه احنا نشتغل عليه
لا لا انا بشتغل عندي على فايرفوكس، بس على كروم بعرفش باخد اعدادات اللغة او المنطقة، بيكون اللي الدايركشن تبع الكتابة بيكون من اليمين للشمال مش من الشمال لليمين، فبالتالي صعب التتبع، فعشان هيك انا بفتحه على براوزر ثاني. تمام، على الفايرفوكس شغال عندي ما فيش مشاكل، بس عشان على الفايرفوكس كنت داخل بحساب ثاني. اوكي.